ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، والله غالب على أمره ولو كره الكافرون. بارك. كما احتلت هذه اللقطات قبل أسابيع صدارة المشهد في ليبيا، جاء وقع خبر استبعاد ترشيح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية الليبية، مدويا أكثر ومتصدرا حديث جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عموم البلاد بين مؤيد ومعارض. ولكن قبل الخوض في تفاصيل الجدل، دعونا نتعرف على أسباب هذا القرار الذي اتخذته المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا. المفوضية أوضحت موقفها بأن سيف الإسلام يخالف بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة، ونحن نتحدث هنا تحديدا عن البند السابع من المادة العاشرة من قانون الانتخاب الرئاسي، والذي ينص على ألا يكون المرشح محكوما عليه جنائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، فيما يشترط البند الآخر على المترشح تقديم شهادة الخلو من السوابق، وهو ما لم يفعله فريق سيف الإسلام بحسب المفوضية، بينما نشر مؤيدوه بأنه حصل على هذه الشهادة وسلمها للجهة المختصة باستقبالها. على أي حال، المفوضية اعتمدت في قرارها على كون سيف الإسلام مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما أن محكمة في طرابلس حكمت عليه بالإعدام غيابيا في العام 2015 بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء الاحتجاجات التي اندلعت قبل نحو عشر سنوات. القرار بالتأكيد أثار جدلا كبيرا ومطولا بين الليبيين على تويتر وفيسبوك، فبينما أيد كثيرون هذا القرار، عرضه الآخرون من الناشطين المؤيدين لملف ترشح القذافي، والذين قام بعضهم بتمزيق بطاقاتهم الانتخابية ونشر الصور على السوشيال ميديا، أما البعض الآخر فقرر اللجوء إلى الشارع والتظاهر أمام مجمع المحاكم في النيابات في مدينة بني وليد احتجاجا على القرار. نتابع. لقد توسم الشعب الليبي خيرا في العملية السياسية، وعقد العزم على استعادة الوطن والابتعاد عن الحروب وسفك دماء أبناء شعبنا البسيط، غير أن ثقتنا في نزاهة القضاء الليبي انهزت بعد أن استبعد رمز المصالحة الوطنية من الانتخابات الدكتور سيف الإسلام عمر الإمام. دعونا نقرأ سوية أبرز التعليقات المتجادلة حول هذه القصة، وأبدأ من سيد. استبعاد سيف الإسلام القذافي ما هو إلا خوفهم من فوزه في الانتخابات القادمة وبجدارة. محمد أيضا علق، هذه معركة سياسية للأسف ليس فيها شرف خصومة، وكان متوقعا أن يتم فيها استبعاد الدكتور سيف الإسلام من القوائم الأولية كما حدث، ولكن لا يزال باب الطعون مفتوحا أمام الفريق القانوني. أختم مع علي، إن أراد سيف الإسلام فعلا تجديد الخطاب الديمقراطي فعليه الانصياع لقرارات المفوضية العليا وتقديم الطعون بطريقة قانونية، في وحال رفضت عليه العمل بشكل سياسي سلمي. دعونا نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا من بنغازي، الكاتب والباحث السياسي أحمد مهداوي. سيد أحمد، أهلا بك معنا في برنامج منصات. قبل أن أغوص في الجدل الذي أحدثه هذا القرار، أود بداية أن أعرف وجهة نظرك فعليا، يعني استنادا للبنود المذكورة في البيان، يعني هو تحدد أنه يجب على، يعني ينبغي على شخص أن يكون عنده تهمة أو مش تهمة، حتى حكم قضائي. هل سيف الإسلام فيه بحقه حكم قضائي فعليا يبرر اتخاذ هذه الخطوة؟ مساء الخير أستاذ ميشيل. نعم، المفوضية العليا استندت إلى في استبعادها في سيف الإسلام إلى، يعني يستطيع أن نقول، ضغط لا يمكن أن يكون ما تم التوصل إليه أو ما أشارت إليه المفوضية هو مخالفته للمادة العاشرة البند 7، أو أنه لم يتحصل على وثيقة الحالة الجنائية لتثبت أنه هو لا سوابق له. أعتقد بأنه لو أن المفوضية استخدمت أو طبقت المعايير كافة أو قانون بالكامل، يعني المادة 12 على سبيل المثال، واستبعدت عديد الشخصيات الأخرى، لقلنا أن العملية نزيهة وأن الموضوع لا علاقة له بالتسييس. ولكن ما هو واضح لنا جليا أن موضوع سيف الإسلام تم الضغط من قبل تيار الإسلام السياسي وبعض القوى الميليشياوية في غرب ليبيا للضغط على يعني جهات الاختصاص، هي جهاز المباحث العامة أو المكتب النائب العام أو أي من هم من تم إرسالهم
إليهم الأوراق والمستندات ليبدوا رأيهم. أعتقد بأن الضغط كان يجب أن يستبعد سيف الإسلام من القوائم الأولية. أنا مع أن يبقى سيف الإسلام ويترك الأمر للصندوق، لكن في حكم المادة تقول بأن يكون محكوما عليه، فأعتقد حسب ما وردنا أن سيف الإسلام حكم عليه غيابيا، وهذا الحكم استم الاستئناف فيه، فهو حكم غير نافذ، يعني حكم يعني ما زال الموضوع ظهر. فلذلك هذه المادة لا تنطبق على سيف الإسلام، فهنا سيف يستطيع البقاء. أيضا الحالة الجنائية أعتقد بأنه ما لم يتم صدور حكم نهائي لا يمكن أن يكون هناك سوابق للمتهم. المتهم يعني نتحدث سيد أحمد كي أفسر يعني النقطة، حكم نهائي لا يعني غير قابل للاستئناف، وهو هي يعني ليست حالة الحالة يعني التي نتحدث عنها هنا، صحيح؟ نعم سيدتي، هو بالنسبة لسيف الإسلام حكم عليه غيابيا، هو بموضوع كأداة للضغط على مؤيديه أو على سيف الإسلام للمتول أمام المحاكم، ولكن الحكم تم استئنافه وهو مازال مفتوح أمام جهات الاختصاص في ليبيا. أما فيما يخص حكم الجنائية الدولية أو طلب الجنائية الدولية التحقيق معه، أعتقد بأن يعني ماهوش شيء يزيح سيف الإسلام عن الرئاسة، وسبق للمفوضية أيضا أن أوضحت يعني هذه النقطة، سبق للمفوضية عندما تقدم بترشحه وأن أوضحت أن هذا الموضوع لا يتعارض. ما الغرض فعليا إذا كان فعلا كما تقول حضرتك سيد أحمد تم الضغط باتجاه يعني ضغط سياسي نتحدث هنا باتجاه إزاحته من المشهد، ما هي المخاوف لدى هذه الأطراف؟ نعم سيدة ميشيل، هو المخاوف أن سيف الإسلام قد جمع مؤيدي 17 فبراير، بمعنى أن فشل الثورة بعد العام 2011 في تحقيق أهدافها الحرية والعدالة والمساواة خلقت مؤيدين من نوع يعني فريد، هناك من هم مؤيدين لنظام القذافي الأب وهم الآن مع سيف الإسلام، والصنف الثاني وهم النادمون على 17 فبراير وهم الآن أيضا في صف سيف الإسلام. فأعتقد بأن الرجل لديه قاعدة شعبية كبيرة من مؤيدي سبتمبر والنادمون على ثورة 17 فبراير، ويستشعرون بأن سيف الإسلام لو عاد سيكون هو الفيصل في توحيد البلاد وجمع السلاح وحل الميليشيات، يعتقدون بأن لدى الرجل الحل. وهنا أنا قد أختلف معهم، يعني قلتها سابقا، قلت أن الرجل كما لديه مؤيدين ومناصرين فلديه معارضين، يعني الموضوع ببساطة لو ترك للصندوق والصندوق يقرر إذا كان سيكون سيف الإسلام رئيسا أو لا. لكن الجماعات الإسلامية أو تيار الإسلام السياسي وحلفائه أو من هم يعتقدون يعني ما زالوا مؤمنين بالفكر التورنجي الذي ما زال يسيطر، أو الأيديولوجية التورنجية التي تسيطر على غرب ليبيا وتعتقد بأنها وصية، فحاول أن تفصل لنا من يدخل إلى الانتخابات أو من يخرج، هي التي تحرك في المشهد السياسي الآن في غرب ليبيا، وهي من تضغط على القضاء أو هنا هو ليس القضاء بالكامل ولكن المجلس الأعلى للقضاء قاب قوسين. يعني سيد أحمد، اليوم فريق سيف الإسلام تقدم بالطعن، هل تتوقع أنه أن يتمكن من الطعن فعليا بهذا القرار؟ وفي حال فشل كيف سينعكس ذلك على مسار الانتخابات والذي بطبيعة الحال اقترب موعدها؟ نعم، وردنا بأن فريق أو الدكتور زايدي توصل إلى طرابلس بالفعل، وذهب لمقابلة السيد عماد السايح لاستيضاح سبب الاستبعاد، وسيقدم طعن في القرار الذي شمل استبعاد سيف الإسلام وغيره، لأن هناك غير سيف الإسلام تم استبعاده بناء على أنه هو نفس المواد لديه أحكام جنائية، يعني وخرج هذا المترشح وهنا على سبيل الذكر للحصر، ومحمد خالد الغويل قال هو لم يمتثل أمام أي محكمة ولم يكن هناك أي حكم صادر بحقه. يعني فأعتقد بأن هذه ستكون يعني حجة لفريق سيف الإسلام بأن هناك مغالطة حدثت ويجب تصحيحها، وأعتقد بأن القضاء سيقول يعني هنا الفيصل للقضاء. أما أن ينصب سيف الإسلام ويعود إلى غمار هذه السباق سباق الانتخابات، وأما فعليا أن يتم يعني البت النهائي في استبعاد سيف الإسلام ولن يكون في يده شيء فيستبعد سيف الإسلام وتستمر العملية الانتخابية. شكرا لضيفنا من بنغازي الكاتب والباحث السياسي أحمد مهداوي.